لأن الرجل خارج بيته في عراك دائم عشان يوفر لك لقمة الحلال وحياة كريمة تنعمي بها. لا تحرميه من الملقى الزين والكلمة الطيبة لما نتقابلي. وإذا دخلت المقارنة بيتك في أي شيء حتى لو بسراميك المطبخ فحياتك خربة. ونصايح أخواتك أو صاحباتك أو قرايبك غلفيها وحطيها برا باب بيت، لأنك لو اطلعتي على حياتهم لشفتي أنهم هم أولى بالنصيحة منك. قبلي زوجك واحترميه واهتمي بأسرتك لأنهم هم الدايمين لك، ولا الباقي والله مجرد سوالف. ما في أحد على وجه الأرض حياته بيرفكت خالية من مشاكل وهموم، لكن العاقل هو اللي يعرف يوظبها عشان لا تنتكس حالته لأسوأ مما هي فيه. نصيحة مني للجميع، لا تسمعوا للمشردات بالسوشيال ميديا أنه الزواج سجن ومسؤولية. والله العلي العظيم أنهم خربات بيوت وظفهم إبليس عندهم سكرتيرات. أجل واحدة ترخص لحمها للناس وباعت فطرتها لعيون الناس تبي تقدم لك نصيحة هي أحوج لها؟ والله ما ينطبق عليهم إلا قول الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طبعا للأسف في حالات يكون فيها الزواج لا يطاق، يعني الشخص يكون إما متعاطي أو يمد يده على البنت باستمرار أو مسبب للفتاة أذى كبير. هنا أحل الله طلب الطلاق، لكن تذكر يا بنت الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. بمعنى لو طلبت الطلاق بدون سبب فأنت ظلمتي نفسك وظلمتي أولادك معك، وواجب على الزوجين أنهم يصبروا على بعض من خاطر أولاد، لأنه إذا حل الطلاق بينكم فأنتم أذنتم لإبليس أنه يربيهم. أنت يا الأب مستحيل ترى تقدر تغطي دور الأم، وأنت كذلك الأم والله لو تحاولي مستحيل تغطي دور الأب في البيت. والله من عجيب ما سمعت أن إبليس يجمع الشياطين عنده في كل يوم ويسأل كل واحد فيهم إيش قدرت تسوي في الناس. كل واحد يبدأ يذكر العمل اللي قدر يوسوس فيه للناس. واحد يقول أنا خليته يغتاب، والثاني يقول خليته ما يصلي، والثالث يقول خليته يسرق. يقول إبليس لكل واحد فيهم ابتعد فوالله ما فعلت شيء. لين يجي واحد من الشياطين ويقول فرقت بين الرجل وزوجته، يقربه إبليس ويقول نعم أنت نعم أنت. يعني حياتك الزوجية حلم ومبتغى إبليس أنها تخرب، لأنه يضمن أنه راح يتولى أبنائك من تحتك وبيقدر ينشئهم على هواه. فاتق الله بأبنائك فهم الغراسة لك بعد وفاتك وهم حجابك عن النار يوم القيامة. يا صاحب الهم إن الهم أما منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن القاسم الله، إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. وقبل لا أنهي الحلقة بنزل لكم على سنابي روابط لقنوات مهتمة بشأن هذا النوع من القضايا لعلها تفرج على بعض البيوت. واعذرونا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.